الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جميل جدا نتعرف فيها على علاقة النحل بنبات الألاموفاين. دي زهرة النبات، نبات الألاموفاين زي ما قلت قبل كده من عائلة مجد الصباح مع ست الحسن، ولكن الفرق بين ست الحسن والألاموفاين ان الورقة هنا غائرة التفصيص. النبات بتتفتح أزهاره بعد العاشرة صباحا، وبيعشقها النحل كتير جدا زي ما شفنا كده مع بعض. لون الزهرة كريمي رائع، بوجه دعوة لكل أصحاب المناحل بزراعة هذا النبات المتسلق اللي بيفيد النحل وجاذب ليه بشكل كبير جدا ويعمل له تغذية كويسة. إلى اللقاء. مع نباتات أخرى يعشقها النحل نقضي بعض الوقت حاليا مع النبات والنحل اللي بيهوى على النبات بعد تفتح الأزهار. ده كمان نوع من العناكب اللي بتعيش على النبات، أول مرة أشوف عنكبوت أبيض، سبحان الخالق. أطيب تحياتي ليكو دكتورة رؤي.